كده التخطيط ده اسره كره اليد كلها التخطيط عندها تخطيط جيد جدا. لكن خلينا نسترجع بطولات افريقيا. يعني اول بطوله افريقيا كانت في سنه 90 في مصر مظبوط؟ 91 كانت تاهيل للاولمبياد، كانت 91 هنا في القاهره وكانت بنظام مختلف، كان يعني كانت بنظام الدوري من دور واحد واحنا لعبنا الجزائر في الافتتاح، كانت الجزائر هي البطل السابق، مش البطل السابق بس، خمس بطولات 81 83 85 87 89، ولو ان 89 احقاقا للحق 89 وكان المدير الفني كابتن جمال شمس رحمة الله عليه. احنا كنا بنلعب مع الجزائر في الجزائر وكانت فرقتنا فيها عدد كبير من اللاعبين الصغيرين ودول عملوا نتيجه كبيره جدا مع الجزائر، وكانت النتيجه دي بتنبئ ان لا مصر جايه رايحين في طريق المكسب، رايحين في طريق المكسب. الصوره دي اللي قدامي على الشاشه صوره منتخب مصر سنه 91 مظبوط؟ 91 مظبوط. 91 عايز استرجع معاك الماتشات سريعا، لكن هكلمك عن مباراه تونس. المباراه طلع بفارق كبير جدا 10 اهداف. مباراه تونس دي مباراه من المباريات التاريخيه من المباريات التاريخيه لمصر وتونس ويمكن برضو في شبه زي ما بيقولوا ما اشبه اليوم بالبارحه. برضو المباراه دهيت كانت صعبه في الاول والشوط الاولاني لان كان فيها بعض يعني مش عايزين نخش في تفاصيل كتير فيها، انما كان الشوط الاولاني 7-7 انا فاكر المباراه كويسه طبعاً. كان علاء السيد الكابتن علاء السيد كان بيلعب واتخبط في وشه وكانت في مشكله في الشوط الاولاني فالشوط الاولاني خلص 7-7 والشوط الثاني خلص 13-3 وانتهت المباراه 20-10 مظبوط. وكانت من المباريات التاريخيه ما بين مصر وتونس وتاهلنا فيها للاولمبياد ودي كانت اول مره برضو نتاهل للاولمبياد كانت اول مره نتاهل للاولمبياد وبعد كده بدانا نشتغل في بطولات افريقيا 92 بعدها بسنه برضو حصل حاجه مشابهه كده وان مصر كسبت تونس عشان احنا في مصر وكده فتقابلنا في المباراه النهائيه تقابلنا في المباراة النهائية في ساحل العاج وكسبنا وكان برضو أول تأهل لمصر لكأس العالم 93 في السويد نفس الكلام نفس الكلام هي فعلا زي يعني هي أحداث متشابهة شوية متشابهة هو في دايما الناس التاريخ بيكتب أرقام ليه مصر 7 بطولات وليه احنا تونس مع احترام طبعا منتخب تونس شقيق وكل حاجة بنتكلم في 10 بطولات الناس بتقول لك احنا ليه متأخرين دايما عايزه تبقى مصر في المقدمه لا انا هقول لك ليه بقى لان أيوة. كويس قوي ان انت سالت السؤال ليها سبب لان الناس لازم تعرف ده ايوه بالظبط نظام التاهل من كاس العالم لكاس العالم في الزمان وقت في اوائل التسعينات كان مختلف عن دلوقتي كويس ونظام التاهل للاولمبياد كان مختلف عن دلوقتي تمام فبدايه من كاس العالم 93 مصر خدت مكانها في كاس العالم اللي بعديه وكاس العالم اللي بعديه خدت مكانها في الاولمبياد فبقت مصر بتتاهل من كاس عالم لكاس عالم ومن كاس عالم لاولمبياد مهمه جدا الحاجه كانت العصر بدون الحاجه للجوء لافريقيا كويس فمصر كانت بتشارك بافريقيا عشان تعد منتخبات الشباب فقعدنا عدد كبير جدا من البطولات بنسافر بمنتخب الشباب يمكن مطعم بلاعب او اتنين لو احنا كان منتخبنا في الوقت ده هو استمر يشارك بقوته الكامله في بطولات افريقيا لا العدد كان هيبقى طبعا اكبر بكتير من 7 هو ده اكتر كتير من 7 طبعا كابتن عاصم البطولات اللي كانت مؤثره في تاريخ مصر في البطولات الافريقيه مؤثره في تاريخ مصر غير 91 و92 دي كانت البدايات بطولات اخرى في تاريخ مصر قبل ما نوصل لاخر بطوله دي يعني يمكن التاهل بتاع انجولا كان برضو كان تاهل مهم التاهل اللي احنا فيه ده تاهل مهم لانه كان بيحط يعني حط الفرقه في المكان الصح يعني احنا كان الناس كلها متخوفه من الارض والتحكيم والكلام ده كله فكانت البطوله دي بطوله محوريه لان زي ما بقول لك البطوله دي حط زقت مصر على على تراك تاني خالص ممكن نتكلم بقى في هنبدا فيها لكن بص المؤشرات بدات في كاس العالم مصر بتلعب تونس في كاس العالم وقدرت مصر برضو تعمل فارق كبير جدا بينها وبين عامل نفسي مهم كان يقدروا كان لازم يتعمل عشان نوصل للمرحله اللي احنا فيها يعني هو انا مش تحيزا لمنتخب مصر الحالي او المنتخبات السابقه لا مصر في افريقيا في مكان اخر خالص في كره اليد طبعا يعني مصر بتصنف مش على مستوى الرجال فقط احنا بنتكلم على مستوى الشباب وعلى مستوى الناشئين احنا في مكان اخر خالص يعني احنا في مكان بعيد شوية عن أفريقيا يعني احنا عدينا أفريقيا بمسافة بدليل النهائي يعني النهائي امبارح يعني ما هوش معبر قوي عن فرق المستوى فرق النتيجة مش معبر قوي عن فرق المستوى يعني احنا فرق النتيجة كان طبعا